يا قول عبد الله بن حمد قد سمر سمر مع الهجز يبا منه كلام وقلت سجل لي سلام اختصر تصليني في الوفا والاحترام انا يا فلان مسفر واسمه مشتهر معروف من اهل الكرم ابن الكرام الغامض معروف في خيره وشر ارسلت حياتي لاهل والسلام الطيب عنده ورم اخوه مستقر انسان وافي بالوقي والجرام الجدي اعرف لا بدا وقت الخطر ونشهد انك شخص علي بالمقام مرتاح وتشرف بنايف وافتخر لما تعرفنا وطاب الانسجام ووفقك ربي ولبن امك غفا وحصنك وقت الظهر والمنام والختم صلوا على النبي سيد البشر ودام عزك يا ابن مسفر دام دام يا قول عبد الله بن احمد قد سمر سمر مع الهجس يبا منه كلام وقلت سجل لي سلام اختصار تصليني في الوفا والاحترام انا يا فولد مسفر واسمه مشتهر معروف من اهل الكرم ابن الكرام الغامض معروف في خيره وشر فسلت حياتي لأهل والسلام الطيب عنده ورم أخوه مستقر إنسان وافي بالوقي والجرام الجدي أعرف لا بد وقت الخطر ونشهد إنك شخص علي بالمقام مرتاح وتشرف بنايف وافتخر لما تعرفنا وطاب الانسجام ووفقك ربي ولبن امك غفا وحصانك وقت الظهر والمنام والختم صلوا على النبي سيد البشر ودام عزك يا ابن مسلم.